قال وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار إن رئيس السيسي وجه بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية بالاتفاق مع وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن هناك منظومة إلكترونية واضحة ستيسر عملية التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتنظيم عمل المستشفيات الجامعية. تكلمنا ايضا على تكليف سيادة الرئيس الواضح في القضاء على قوائم انتظار مرضى العمليات. احنا وزارة الصحة عندها قوائم واضحة جدا في انتظار المرضى، سواء في العمليات القلب والصدر او عمليات الزراعات المختلفة او جراحات المخ والاعصاب او جراحات العظام. كيفية القضاء على هذه المنظومة باستخدام الامكانيات المتاحة في الجامعات والامكانيات المتاحة في وزارة الصحة بالاتفاق مع المجتمع المدني ومع المؤسسات الخيرية، ان احنا نقلل الى ان نقضي تماما على ان يكون هناك مريض محطوط على قوائم انتظار نتيجة بعض النقص في الامكانيات. اتكلمنا ايضا على ربط المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة بمنظومة إلكترونية واضحة جدا حتتيح أن عدد الأسرة العناية المركزة الموجودة في وزارة الصحة تتكامل مع عدد الأسرة الموجودة في المستشفيات الجامعية، حتى يكون هناك وضوح للإمكانيات المتاحة من عدد الأسرة. إذا كانوا 10,000 سرير إزاي نبقى العيان إحنا شايفين بعض بمنظومة إلكترونية واضحة نستطيع أن إحنا نحول فيها المرضى مع بعضينا، ونقدر أن إحنا نستغل الإمكانيات سواء الحضانات أو سواء العناية المركزة في كل المستشفيات وزارة الصحة والجامعة.